إذا حرصت على صوم رمضان إيمانا واحتسابا ثم أمد الله تعالى لك في العمر إلى رمضان التالي إيمانا واحتسابا، بين رمضانين ممكن الإنسان مثلا تغتاله عينه فينظر إلى ما حرم الله، يمكن تضعف نفسه يصافح امرأة مثلا، يمكن مثلا تكلم بكلمة فزلفت منه، ممكن هذه الأشياء التي يمكن أن تكون في دائرة الصغائر عند البعض، ولكن هي في دائرة الكبائر عند الفضلاء. الفضلاء هذه الصغائر هي عندهم كبائر، لكن كثير من الناس يعتقدون أن هذه الأمور ربما تكون صغائر. هب أن هذه الأمور صغائر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بأن رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا ما اجتنبت الكبائر. إذن أنت في عافية ما كنت مجتنبا الكبائر، وأعظم الكبائر الشرك بالله. نسأل الله تعالى العافية.